طلع يا اختي هذا في الوضع الحالي مش بحاجه لعمليه. اغاثه اطفال فلسطين اليوم في مستشفى ثابت الحكومي تستضيف وفد طبي تجميل حضر من اليابان بقياده الدكتور داياتشي ماريوكا وفريقه الطبي. طبعا راح يكون اليوم في المستشفى معاينه ما يقارب 60 حاله من مختلف مناطق الضفه. راح تكون لحالات التجميل الحروق، الأصابع الملتصقة، الأذن، التشوهات الخلقية للحالات كاملة. طبعا الدكتور ماريوكا مش أول مرة بحضر لمستشفى ثابت، ساعة حضر عدة مرات للمستشفى. My name is Dr. Pete. In Arabic they call me Boutros. I have been working with the Palestinian people since 1986. I was on a mission with Ataba Bilal Hudud in the camp, Palestinian camp of Ain El Helwi in South Lebanon near Saida. دكتور بطرس كما قال بسموه بالعربية يعمل مع إغاثة أطفال فلسطين من عام 1986، بدأها بمهمة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان. And I met the founder of PCRF in 2001 in Abu Dhabi, and since then we became friends. تقابل مع مؤسس إغاثة أطفال فلسطين ستيف سوسيبي في أبو ظبي، ومن وقتها أصبحوا أصدقاء. So since then I have been going many times to Gaza and Khan Yunis. أكثر المهمات اللي قام فيها هي في قطاع غزة في مدينة خان يونس. طبعا هو دكتور تخدير. And last year I was in Al Khalil and this time first time in Tulkarem. العام الماضي كان في الخليل وهي أول مرة له في مدينة تولكرم. Hello, I'm Professor Maryuka. بروفيسور ماريوكا من جامعة طوكيو. I have been working for PCRF for 10 more than 10 years. يعمل لدى إغاثة أطفال فلسطين منذ أكثر ما يزيد عن 10 سنوات. Before the COVID-19, I have come to Tulkarem twice a year. قبل كورونا جاء مرتين إلى تولكرم. And I performed about 20 to 30 operations in each mission. قام بإجراء من 20 إلى 30 عملية في كل مهمة. And then I perform operations for mainly ear deformity and congenital finger deformity and bone contractures. يقوم بإجراء عمليات لتشوهات الأذن. كذلك تشوهات الأصابع، عمليات تجميلية بهذا الخصوص للحروق غالباً.